هذا رصاص حي يوم الثلاث يوم 31/1 رصاص حي رصاص حي بالوزبة يوم 31/1 رصاص حي قص والله اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر مستجدات ثورة تشرين. شهدت ساحات وميادين العاصمة العراقية بغداد اليوم ومدن جنوب ووسط البلاد تظاهرات حاشدة عشية دخول الحراك العراقي ثورة تشرين لشهرها الخامس على التوالي منذ تفجر الاحتجاجات في الأول من أكتوبر تشرين الأول في العام الماضي 2019، حيث تتواصل التظاهرات في المحافظات العراقية بوتيرة متصاعدة. اكتظت ساحات بغداد والمحافظات الأخرى بالمتظاهرين الذين طالبوا بتدخل أممي لحمايتهم من القمع الحكومي والميليشياوي الممنهج ضدهم. في بغداد، ذيقار، كركوك وغيرها من المحافظات الثائرة جدد المتظاهرون تمسكهم بمطالب ثورة تشرين، رافضين حملات القمع الحكومي والميليشياوي ضد المتظاهرين والناشطين. أكدوا في الوقت نفسه بأن الشباب العراقي لن يتوقف عن تحقيق أهداف الثورة وإكمال الحراك الشعبي لتحقيق الإصلاح الحقيقي، كما خرجت تظاهرات حاشدة في كل من البصرة وذيقار والقادسية وواسط والمثنى دعماً ونصرة لثورة تشرين وثوارها في ساحات الاعتصام. في ساحة التحرير توافد المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى ساحة التحرير وسط بغداد وساحات الاعتصام في المحافظة الأخرى دعما لثورة تشرين ومطالبها بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. جاء ذلك استجابة لدعوة أطلقها ناشطو التظاهرات في العراق للخروج في تظاهرات كبرى اليوم الجمعة تنديدا بعمليات قتل المتظاهرين السلميين المستمرة من قبل القوات الحكومية وميليشياتها. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المتظاهرون إجراءاتهم التصعيدية السلمية ضد النظام السياسي والأحزاب الفاسدة في العراق بعد انتهاء مهلة الوطن، وأكدوا على استمرارهم في التظاهر حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. طبعا طالب متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف سفك دماء المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بوطن خالي من الفاسدين الذين جثموا على البلاد منذ العام 2003 ولغاية الآن. كما رفع المتظاهرون لافتات مطالبة للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات الحكومية والميليشياوية بحق المتظاهرين التي راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن المعتقلين والمختطفين منهم والمعاقين كذلك. في ساحة الوثبة أصيب عدد من المتظاهرين بجروح خطيرة جراء إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص الحي عليهم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون لحظة إصابة أحد المتظاهرين برصاص
القوات الحكومية وميليشياتها أثناء محاولتهم تفريق المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الوثبة المطالبين بإسقاط العملية السياسية والأحزاب الفاسدة. إذن أعزائي المشاهدين، نحن في انتظار اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أهم وآخر المستجدات على الساحة العراقية، وخاصة عشية دخول ثورة تشرين لشهرها الخامس. هذه هي التظاهرات السلمية التي انطلقت في الأول من شهر 10 العام الماضي، مطالبة بإسقاط العملية السياسية، إسقاط الأحزاب الفاسدة، محاسبة الفاسدين، المطالبة بتعديلات أو كتابة دستور جديد، وكذلك نظام انتخابات مختلف عن النظام الذي أتى به أو أتت به الأحزاب الفاسدة في العراق، وكذلك تطالب برحيل كل هذه الوجوه وعدم قبول أي شخصية سياسية شاركت بالعملية السياسية للمشاركة في العملية السياسية القادمة. القوات أو طبعا الصور احنا كما نشوفها على نصف الشاشة الثاني، كذلك أظهرت أو أظهر مقطع مصور آخر لحظة إصابة متظاهر بعد الهجوم الذي شنته القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد، وهذا اللي شفناه في بداية الحلقة. والصور مثل ما نشوف الآن في الجزء أو النصف الآخر من الشاشة، كيف هذا الشاب صوب جراء إطلاق النار عليه. حيدر من المثنى، تفضل حيدر. حيدر تسمعني؟ أسمعك. تفضل عيني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بيك. حياك الله حيدر، تفضل. الصوت ده يقطع حيدر، إذا أمكن تعيد الاتصال بينا حيدر لأن صوتك ده يقطع. نعم، طبعا كذلك القوات الحكومية والميليشيات قامت بتعذيب أحد المتظاهرين السلميين بالقرب من ساحة الوثبة في بغداد، وقامت تلك القوات باعتقاله وتعذيبه بطريقة وحشية. المتظاهر قال بأن القوات الحكومية قامت بربطه بسياراتهم وسحبه من الشارع، ثم قامت بتعذيبه من خلال الضرب المبرح واستخدام آلات حادة في تعذيبه. وهذا المقطع يعني عرض على شاشة الرافدين في النشرات، احنا لأن ما نريد نستغرق وقت كثير في عرض المقتطفات، مثل ما نشوف هذا الشخص وهو يتكلم صوت وصورة، نريد نستغل الوقت معكم أعزائي المشاهدين حتى يكون تدرون برنامج كل ساعة، فأريد نسمع به أصواتكم وتعليقاتكم حول آخر التطورات على الساحة العراقية. رسالة على الواتساب يقول سلام وتحية لقناة الرافدين، ماذا يريد مقتدى بعد زج أتباعه مع ثوار التحرير؟ الحذر من هؤلاء، فهمهم وهدفهم إفشال الثورة لا غير. نعم، طبعا القوات الحكومية. أحد الأخوة يتساءل عن عنوان الحلقة. أخي العزيز، إحنا الحلقة اليوم وما البارحة وما الباشر نواكب بها مستجدات ثورة تشرين، التظاهرات السلمية، الاعتصامات، العصيان المدني، الإضراب، ما يتعرض له المتظاهرون المطالبون بعودة الوطن، الوطن يكون خالي من الفاسدين، وطن يكون خالي من الميليشيات، وطن يكون خالي من القتلة والسراق. هذا اللي صار لنا تقريبا 4 أشهر مواكبين الأحداث لحظة بلحظة، إن كان في هذا البرنامج أو في النشرات الإخبارية أو البرامج الأخرى لثورة تشرين في العراق. القوات الحكومية كذلك وميليشياتها قامت بالاعتداء على مسن كبير ورجل آخر على كرسي متحرك، وهذا المقطع كذلك يعني انتشر على مثل ما نشوف الآن في الشاشة في ساحة الوثبة. أحد المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة على العربانة راح دا يتكلم مع القوات الأمنية وضربه، مثل ما نشوف الصورة الآن اللي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات مكافحة الشغب تساندهم ميليشيات بالضرب المبرح لرجل كبير في السن، كما أظهرت
أو أظهر المقطع اعتداء القوات الحكومية نفسها على رجل معاق أثناء محاولة إنقاذ الرجل اللي كان يتم الاعتداء عليه. نعم أبو جعفر من السعودية يقول على الواتساب: مساء الخير أخوي عمر، لك ولقناة الرافدين والمشاهدين الكرام، ماذا يريد مقتدى من أنصاره إلى ساحة التحرير؟ طبعا أنا أعتذر أخواني، ودائما نشدد إن كان في الاتصال أو في الرسالة أي كلمة تجاوز على أي شخصية كانت ما نقراها ولا نقبلها بالاتصال. فأرجو اللي يدز رسالة يرسل رسالة، اللي يتصل يرسلها بشكل مهذب وبدون أي تجاوز، وإلى حق الانتقاد وإلى حق إبداء الرأي بشكل حضاري، وجزاكم الله خيرا. أكو واحد تحية طيبة أخي عمر يقول: أخي أكو واحد يقول لو ألعب لو أخرب الملعب، حاط عمامة على رأسه تنطيق قدسية عند جماعته، نحب نقول له إن غالبية الشعب العراقي كشفك وكشف تصرفاتك. أبو يوسف من الدنمارك. نعم طبعا وصلت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في النجف إلى العاصمة بغداد لمساندة المعتصمين في ساحة التحرير في ظل دعوات الزحف إلى العاصمة بهدف إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارة لا أمريكا ولا إيران، العراق هو العنوان، تأكيدا على خلو تظاهرات ثورة تشرين من أي تيار سياسي ودحضا للشائعات التي تحاول تشويه صورة التظاهرات بنسبها لجهات إقليمية ودولية. تظاهرة حاشدة كذلك خرجت من منطقة العشار في البصرة وتوجهت إلى ساحة الاعتصام تأييدا لثورة تشرين، وردد المتظاهرون هتافات تعبر عن تضامنهم مع متظاهري العاصمة بغداد والمحافظات العراقية وما يتعرضون له من قمع حكومي وميليشياوي، وطالبوا بمساندتهم وتوفير الحماية الدولية لهم. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، فضل أبو حسن. أبو حسن تسمعني؟ السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبي. طبعا هي الديمقراطية جابتها أمريكا وجابت عملائها للعراق، وهاي الرفاهية جابوها خليفة من الشعب العراقي ككل، يعني مو بس فئة معينة، قالوا يعني جابوا لكم الديمقراطية والخيرات على السنة والرفاهية، هاي الرفاهية جابتها وجابت الأحزاب في سبيل تسلط أرقاب الناس تحت الدمار. فهو البلد يعني مباع أصلا من زمان، وهي مؤامرة قديمة يعني من أيام السبعينات لما هم من النفط، ما يريدوا العراق يستقر، ما يريدوا يعيش، ما يريدوا عدة فد إمكانية ويطلع للأحسن، ولذلك هم دي يحاربوه. هاي حال العراقيين يعني لما جت أمريكا، بعد شلون ديمقراطية؟ يعني تذكروا من رئيس الوزراء عبد العزيز الملك انتهى ولايته يقول احنا ليش تقطعون الطريق؟ ليش هاي حقوق الناس على ما تطلع على الحكومه؟ يقول اللي يطلع على يسد الشوارع السريع ما السريع، هاي غلط. لعدتوا غلط، ما سويتوا غلط، ودمرتوا العراق. نعم نزلتوه خليتوه اسوء دوله بالعالم. فدولة مو ما الدوله اخي، مو ما الدوله دوله، ولا عمره بيقودون دوله. نعم ابو حسن، أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. جابر من كربلاء، تفضل جابر. جابر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. والله احنا يعني ندعم المتظاهرين المسلمين، ويعني السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك عيني، تفضل حبيبي الغالي. بالنسبة للتظاهرات، والله احنا ندعم التظاهرات المتظاهرين والسلميين، يعني مثل ما نقول السلمية، وندعم اخوتنا اللي موجودين حاليا في ساحة التظاهرات. بس يعني احنا هم نحبكم، يعني بالنسبة للسيد مقتدى الصدر، والله انسان وطني
يدعي للسلمية، يداعب لحقوق الشعب العراقي المظلوم. يا اخوان احنا نريد هم فزعتكم وانتم قناتكم الشريفة، يعني مثل ما نقول هم الانصاف حق السيد الله يحفظه اللي يدعي للشعب العراقي ويريدكم قناة. نعم احنا ما متهاجمين على اي شخصية، بس احنا دا ننقل مواقف. اخي العزيز جابر، زين اريد اسالك تمام. اخي جابر احنا اليوم نزل تغريدة سيد مقتدى على تويتر يدعو انصاره الى التظاهر، تمام؟ نعم. قبل اسبوع ايش قال؟ قال انسحبوا وما نتدخل بعد لا بالسلب ولا بالايجاب، صح لو لا؟ تمام؟ تمام؟ وقال إذا بس مو أرده، مو حتى نتفق على نقطة، احنا ترى عندنا العراق أهم من أي شخصية، ها خلنا نتفق على هاي النقطة الأساسية، تمام؟ وقال إذا ما يرجع الدوام، إذا ما يرجع الدوام أنا راح أوقف ويا القوات الأمنية ضدكم. ضد منو يعني؟ يعني هو ده يعبر عن رأيه، ده يقول لك أنا ما أريد أروح للدوام، أي دوام وأي مدرسة اللي ما بيها لا رحلة ولا بها يعني ابسط مقومات الحياه، وابو الجامعه يقول لك انا ليش اروح للجامعه واتخرج، تمام؟ واتخرج من الجامعه ما عندي وظيفه، ماشي؟ سيد مقتدى مو الكتله الاكبر بالبرلمان عنده نواب سائر ولا لا؟ من بدات التظاهرات على الاقل، من بدات التظاهرات وصار القمع، وتيار الصدر طبعا مشارك بالتظاهرات من يوم 1/10، ما ينكرها، والشباب اللي موجودين بس انسحبوا، ولكن بعد هاي القتل والاختطاف والاعتقال كان مفروض يكون هناك موقف يقول لك لا والله أنا راح انسحب من العملية السياسية وأسحب نوابي تعبيرا ورفضا لكل هذه الممارسات التي تمارس بحق التظاهرات السلمية، صح؟ واحنا نريد نثبت على راي واحد العراق اكبر من الجميع. ليش انا يوم اروح للتظاهرات ويوم انسحب من التظاهرات ويوم انا والله لازم اكون اريد هذا الشيء؟ ما معقوله الناس طلعت بكلمه واحده وعلى قلب رجل واحد من البصره الى 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 كل العراق، حتى الناس اللي ما تقدر تطلع موافقه على هذا الشيء، يقول لك احنا ذولا ما نريدهم، 17 سنه فشلوا يا جماعه. هذا هذا اللي طلعوا عليه. اذا تسمح لي، تفضل اسمح لي سيد العزيز. تفضل عزيزي. نعم، اذا تسمح لي سيد العزيز، بالنسبه يعني والله احنا ندعم التظاهرات السلميه ومن حتى اي امكان يعبر عن الراي، وتظاهرات مثل ما نقول يعني هي تظاهرات وطنيه لا تفرق بين سنه ولا شيعه. والله احنا من المظلومين، انا يعني اتحدث معاك يعني يعني الله وكيلك، مثل ما نقول انسان فقير، هو اطلع متظاهر متشارك مع وفاتنا المتظاهرين، ويعني مو القصه التبعيه للتيار الصدري او شيء، بس السيد يعني دعا للتظاهر السلميه، يعني عدم التعرض مدارسك ومدارس والله عندنا يعني الابتدائيه غلق ودوامة رسمية وأكو تهديدات يعني حتى للمدارس بحيث ما في دوام، يعني إحنا هذا ما نقبل هذا الشيء لأطفالنا وأعزائنا، يعني من يهدد إعادة إلى الدوام بس لا الجامعات والشيء، إحنا كل إحنا نعترض إن ما يعني لهم لازم تتخط بالتظاهرة بالرفض، يعني الدوام الوطن أهم من كل شيء، نحن نقول لبيك يا وطن، لبيك يا عراق، والله نضحي بدمائنا وفي من اجل الشعب العراقي المظلوم ودعم التظاهرات. نعم يا اخي احنا ما نرضى بالقطع الحريق بالقتيل، يعني من يقتل، نعم اخي جابر، من يقتل ومن يعتقل اصبح واضح للعيان، وده نشوفه صوره وصوت على 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 منصات التواصل الاجتماعي، تنقل حتى وكالات اجنبيه من مكافحة الشغب، ما نقول احنا الكل، قوات حكومية، دي نشوف ميليشيات، اصبح واضح للعيان. انا اشكرك اخي جابر من كربلاء. محمد من النجف، تفضل محمد. محمد تسمعني؟
يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد من النجف. طبعا واصل أهالي محافظة المثنى تظاهراتهم الحاشدة دعما لثورة تشرين وتضامنا مع مطالب المعتصمين في بغداد وباقي المحافظات، وردد المتظاهرون متظاهرو السماوة هتافات منددة ببقاء الأحزاب الفاسدة في السلطة وممارسة ميليشياتها أبشع طرق القمع بحق المتظاهرين السلميين لإيقاف ثورتهم. الكوت، نروح للكوت. في محافظة واسط خرجت مسيرات حاشدة في ساحة الاعتصام بمدينة الكوت دعما لثورة تشرين وتنديدا بالمماطلة في تنفيذ مطالب المعتصمين المشروعة. طبعا طالب متظاهرو الكوت الأمم المتحدة كذلك والمجتمع الدولي بالتدخل لحماية المتظاهرين والناشطين، رفعوا أعلام الأمم المتحدة لإنقاذهم من البطش الحكومي والميليشياوي المستمر ضدهم. حمل المتظاهرون لافتات تؤكد على الاستمرار في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، ومن ضمنها إسقاط العملية السياسية وتجميد الدستور وإنهاء المحاصصة الطائفية التي تسببت في تدمير البلاد منذ العام 2003 ولغاية الآن. معنا اتصال، أنا ما سمعت الاسم. حاج خليفة تفضل من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وثابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن شاء الله النصر قريب إن شاء الله في العراق. وبالنسبة إلى مقتدى الصدر أو مقتدى الفخر، بالنسبة لمقتدى، لا شوف، دسم بالنسبة لشعب العراق. يا أخي العزيز، هل من الشجاعة أنه أنا اليوم خصمي أسبه وأشتمه؟ لو أنتقده بطريقة واضحة إذا أنت عندك عليه حقائق. تفضل تفضل أخي. حاج خليفة انقطع الاتصال مع حاج خليفة من تونس. المشكلة عند بعض المتصلين انه يظن انه بتجاوز على الشخصيه راح يعري ويسقط. لا، انت تريد تنتقد، اهلا وسهلا، هذا رايك بالاول وبالاخير. اما التجاوز ما مرفوض، يعني مرفوض، ما مقبول ابدا انه تتجاوز على اي شخصيه كانت. من المعيب، انت كنت عربي مسلم انسان، هذا التجاوز يعني حشاكم لي غير لائق باي انسان. طبعا اليوم كذلك مدينة كركوك في محافظة التميم شهدت خروج تظاهرات حاشدة دعما لتظاهرات بغداد والمحافظات ومطالب المعتصمين ورفضا لاستمرار قمع الحكومة وميليشياتها لثوار تشرين. أظهر الصور ملتقطة حشودا من طلبة جامعة كركوك وهم يشاركون في التظاهرات، نشوفها في النصف الثاني من الشاشة، يعرضها زميلنا المخرج. يشاركون في التظاهرات المتضامنة مع تظاهرات بغداد والمحافظات الثائرة. محمد بن النجف تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا طيب قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. والله وأنتم شرفاء. الله يسلمك أخوي. تفضل. هل تسمعني يا خمر؟ أسمعك الغلط انه خليني رئيس وزراء يصير القائد العام للقوات. هذا شيء غلط. هذا غلط يا سعد بالله. قائد العام للقوات، نعم، يعني ما يصير نجيب لنا واحد من الشارع نخلي قائد العام للقوات المسلحة والحكم. نعم. محمد بن النجف انقطع الاتصال. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. عادل عبد المهدي المقال الذي يقول على المتظاهرين قطاع الطرق. ردا علي ثغي من عويل الذياب من الناصرية الفيحاء. ردا نعم. علي ثغي من عويل الذياب، مو قاطع طريج ولا صرت سلاب،
ردا علي ثغي من عوين الذياب مو قاطع طريج ولا صرت سلاب ولا يتك نفوة ولا لك طلاب. أنا المسلوب حقي من ورا الأحزاب، أنا المذبوح منهم شنه ذنبو ليش، أنا المذبوح منهم شنه ذنبو ليش، يا ذنب الجنية وقول شو الأسباب. سولف هالحقيقة ربك يعابيك، ربك ما يحب الظالم الكذاب. سولف هالحقيقة ربك يعابيك، ربك ما يحب الظالم الكذاب. ها وشلون تقول يسلم، ها وشلون تقول يسلم، ها وشلون تقول يسلم، ها وشلون تقول يسلم، وانت مسلبه وتذبح بيه 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 وشلون. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا نظم طلاب جامعه ذي قار كذلك تظاهره كبيره انطلقت الى ساحه اعتصام الحبوبي. الطلب المتظاهرون رددوا شعار الخائفون لا يصنعون الحريه، واكدوا بان العراقيين لم يعودوا يخشون اعمال القمع والقتل التي تمارسها القوات الحكوميه والميليشيات ضد المتظاهرين في العراق. ياتي هذا في الوقت الذي يؤكد المتظاهرون على استمرارهم في التظاهر حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين والمتمثلة بإسقاط أحزاب العملية السياسية الأحزاب الفاسدة. مصطفى من ديالة، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا أستاذي، نعم. بخصوص هاي الحكومة اللي حالية دائرة الأحزاب وما شابه من ذلك. نعم. السلام عليكم. أسمعك أخي وعليكم السلام، تفضل. عفوا أستاذي، بخصوص هاي الحكومة الحالية اللي دائرتها الأحزاب. نعم. ما دام هناك أحزاب بالعراق بديها، فهي حكومة حاليا يعني فاقدة للشرعية. نعم. نعم أخي مصطفى، استمر. نعم. كمل فكرتك. يعني أكو حكومة بالعالم يعني ما تستجيب لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا سلميين رافعين اعلام عراقيه، لم يخرجوا حاملين شيئا في ساحات الاعتصام. هل هناك حكومه بالعالم يعني تقوم برفع السلاح بوجه المتظاهرين ورفع هذه البنادق ما شابها بالبنادق بنادق الصيد؟ يعني هل هذا من المعقول ان تقوم حكومه تقوم وتجابه شعبها بهذه الطريقه؟ نعم. وشكرا. أنا أشكرك مصطفى من ديالة. أنا معنا طبعا أنا أعتذر من الأخوة اللي يتصلون على خدمة الواتساب، رقم الواتساب فقط للرسائل القصيرة، أرجو أن تكون رسالة قصيرة حتى نقدر نقرأها. أبو بكر الدليمي من بغداد يقول تحية لك أستاذ عمر، إن شاء الله الفرج قريب، أبشرك ما ظل شيء انتهوا. رسالة تحياتي لحضرتك ولقناة الرافدين صوت الحق. تقول والله هذا لو يسحب نفسه مقتدى هواية أحسن. نادية من بغداد تحياتي. احنا مثل ما تشوفون نفتح الرسالة مباشرة، رسالة طويلة بها يمكن 4 صفحات ما نقدر نقراها. نعم. السلام عليكم، الله ينصر المتظاهرين ويثبت خطاهم، نحن متظاهري البصرة لن نسكت حتى تبديل هذه الحكومة والقضاء على الأحزاب اللي دمرت البلد. نعم. طبعا في ذي قار المتظاهرون قاموا بقطع مداخل ساحة اعتصام الحبوبي في مدينة الناصرية بالكتل
الكونكريتية. البارحة كان هناك حديث أو معلومات وصلتهم لاقتحام الساحة المرة الثالثة. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون بالمحافظة إجراءاتهم التصعيدية ضد النظام السياسي والأحزاب الحاكمة في البلاد بعد انتهاء مهلة الوطن وسط استخدام العنف المفرط من قبل القوات الحكومية والميليشيات. عبد الرزاق، تفضل عبد الرزاق. أخو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن نشارك برأيك؟ تفضل عيني. تفضل. أخي الرحمة والإجلال شهداء العراق الأبرار. آمين. شهداء العراق من كل محافظات العراق دول الملائكة، الله إن شاء الله ربي يحفظ شباب العراق. نعم. عندي في مداخلتين إذا سمحت لي. تفضل. أول مداخلة الدولة يعني الميليشيات إذا سمحت لي بل كنت الله يسمعون صوتي يعني كمواطن عراقي يعني من هالبلد الطيب. نعم. نعم يا أخي العزيز، يعني هذول الله وكيلك ومحمد كفيلك والصحابة أجمعين، ذولا ملائكة الله الصالحين ويقودوا من المهدي المنتظر. ذولا يعني ذولا الميليشيات يطوبون يحاربون المهدي المنتظر، يعني إذا يطوب على شاب هو يا ملائكة الله وأسود الرافدين اللي هم 12 المعصومين. وإضافة إلى ذلك يقودوا من المهدي المنتظر اللي هو العراق، وذولا يطوبون ويحاربون وما يعرفون هم هبل والأهبل ما عنده عقل يطوب على طفل أو على شاب عراقي من ابن جلدته وهو ميت يشوف انه هاي مختومه ومختومه 100% مختومه انه العراق يرجع لاهله. هاي اول وحده اذا سمعت ان شاء الله يسمعون صوتي، اذا كانوا ساده واذا كانوا كلهم حراميه كلهم نشاله كلهم قطعين طرق كلهم عايشين على حساب العالم الفقه كاذب ضحك على الناس. اخي العزيز اذا سمعت لي واريد منك طلب اخوي اذا سمحت لي. تفضل. طلب طلعونا الصبح أغنية فيروز مال يا بغداد إذا سمحت، بغداد والشعراء والصور كل يوم يا الصبح، بس يعني بيها معاني هواية 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 كبيرة إن شاء الله. طلعونا بعد ختامة برنامجكم هذا الشاعر الطيب ابن الطيب، كل شعراء العراق والعراق أبو الشعراء، كل شعراء العراق يقولون كلام حلو ينطق كل المحافظات داباو عام متابع القناة مالتكم كلهم شباب والله يقولون كلام جبال. اريد تسمعني كلام هذا النطاح اللي يقول ابن الزغر شلون الاصيل من الزغر اذا سمحت لي تقول وجهك سامحونا يا والله 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 نمشي دبت نفتح الف رحمه للبطن كل العراقيين بطون امهاتهم نظيفه وشريفه بس سامحونا هاي الكلمه هاي الشعر يعني ان شاء الله ان شاء الله. اخي عبد الرزاق انا اشكرك، عبد الرزاق من بغداد كان معنا. طبعا ناشد متظاهرون مدينة الناصرية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حماية المتظاهرين والناشطين من الاستهداف الحكومي والميليشياوي المستمر ضدهم، مؤكد المعتصمون في ساحة الحبوبة على ضرورة أن يكون هناك تدخلا أمميا ودوليا لحماية ثوار تشرين من بطش ميليشيات الأحزاب الفاسدة. حمل المتظاهرون لافتات تضمنت مطالبهم المشروعة وأولها إسقاط النظام. خميسي من الجزائر، تفضل خميسي. وعليكم يا اخي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا اخي. تفضل. هذه المظاهرات هذه قمه ما تفعله هذه الحكومه هي الى زوال ان شاء الله. كل ما تفعله هو نهايتها. اظن انها راهي على شفا حفره من ميانمار كما قالت اغا. نهايتها اصبحت اكيده. وليست ببعيدة بل هي أكيدة وليست ببعيدة على هذه الأفعال الشنيعة. أظن أن نهايتها اقتربت 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 اقتربت. فأدعو إخواني الثوار أن نصبروا قليلا لأن هذه الحكومة إلى زوال إن شاء الله. كل ما تفعله هو عمل يدل على أنها في ارتباك عظيم، ارتباك في جميع صورتها في جميع مفاصلها، فهي ترتبك من شدة الارتعاش تحت هذه الأشياء. هي فقدت كل ما لديها من القوى لتتماسك، فهي تفعل هذه الأشياء المشينة، أشياء مشينة تكتب عليها في التاريخ، خصوصا إيران. تمام.
نعم أخي خميسياني أشكرك. أم طلال من النجف، تفضل يا أم طلال. ألو. تفضلي. تفضل يا أم طلال. نعم. أعاني أنا والله بتكفيهم على هاي ريت حماس صار دولة يضع معقفه يعني زي طال ما هو دي حسويا. نعم أم طلال تعال الهواء تفضلي. إيه أنا وياك أشكركم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليكم الله يحفظكم. سلامكم هاي البطل وشجعها. الله يسلمك. والله تعطيني القناة الأول ما صحت الشر يا ولد إذا طالبوني حقوقكم يعني سنو وجاي على السجن ضربة ديال هذا معوق يعني أنت ليش ضربة تشوفها أنا إذا دافع عن وطنه عن حقه وقت ناقصنا يعني إحنا كيف حاقبت هاي الأحزاب ما نعرفها أشكال من أشكال إيران وأمريكا شنو هاي غير إحنا ما عدا واحد نزيه يعني يخلونا الجمهورية أريد واحد يعني شجاع واحد يعني يصير يخلونا يا واحد كافي يزحوا هاي كل الأحزاب يعني الجمهورية فيها يعني هاي راح استهداها وايد هاي راح يحلفون بيها يعني هاي الإيرانيين يضربون بيهم هاي الشغل ما يصير يعني ما في هاي يعني ما تكون هاي تدافع عنهم تقول العظمى وين حتى حقوق الإنسان وينها؟ أعني؟ نعم إيه يعني هاي شلون ها؟ نعم أنا أشكر شم طلال من نجف كانت معنا والحسين أنا مريضة. نعم أشكرك أم طلال شكرا جزيلا أم طلال. نعم مصطفى معنا من الكوت تفضل مصطفى. ألو مصطفى تفضل. ألو أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عمر تفضل أخي. ألو. نعم أسمعك أخ عمر. أنا بس عندي مداخلة بسيطة. تفضل. قبل بعهد صدام أمريكا مولت صدام أول شيء لعنة الله على إيران وعلى أمريكا. قبل بعهد صدام أمريكا مولت صدام حتى يضرب في إيران. المشكلة إيران ما عندها ثقة في الشعب العراقي. إذا تركت بحالة الشعب العراقي يقول لك راح أمريكا تمططي وترجع من جديد الحرب ضد إيران. فأمريكا إيران تتدخل لها الأساس. فمن مصلحة إيران أن يكون الوضع بالعراق ما مستقر طائفياً وما مستقر من كل النواحي حتى إيران تظل مستقرة بالعراق عبر ميليشياتها وأحزابها الموجودة بداخل العراق. فمو من مصلحة إيران يستقر الوضع بالعراق. نعم. فحتى شنو تحيز أكثر قدر ممكن بداخل العراق حتى تمكن نفسها من الشركة. نعم أخي. ألو. أسمعك أخي. حتى تمكن نفسها من الشركة داخل العراق عبر أحزابها وعبر ميليشياتها. نعم. يعني أنا هاي مداخلتي بسيطة. أنا أشكرك أخي مصطفى من الكوت. مصطفى السيد من مصر. تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيدة والرحمة والمجد والخلود للشهداء والشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراء لإخواتنا الأسرى. والحرية للعراق وللأمة وللإنسانية جمعاء. أما سعيد بالنسبة لما يسمى الحكومة حقيقة يعني بعد الإخوة المتصلين يعني جواهم نار وغيرة على الوطن وعلى الثورة. فنلتمس العذر لحضراتكم بس طبعا لا أخلاقنا ولا عادتنا ولا ثورتنا تسمح لنا بالتجاوز اللي ما يستاهلوش أصلا يعني حقيقة. هم فعلا سفلة حقيقة يعني بأمانة ويتكافوا الضرب بالكندرة على وجوههم وخونة. بس يا اخواننا يعني قدر المستطاع احتراما لثورتنا ولعلمائنا ولاساتذتنا وللكفاح الدولي وللنضال نضال السنين الطويله. مصطفى ايش خليت بعد انت؟ ايش خليت انت بعد؟ بمعنى يعني انت دلوقتي بتقول ما يصحش واحد يغلط على الاخرين وبنفس الوقت بتغلط. والله أو غلطت بطريقة عن اللائقة حتى إنما اللي بيطلع يسب بالأم والأب ما هو هذا القصد. إيه لا هو السب والشتم بكل أوصافه
ليست من طبائع العربي المسلم اذا احنا نتكلم كمجتمع عربي مسلم، صح ولا انا غلطان؟ أنا نعم انا مع حضرتك، انا مع حضرتك تماما، بس يعني يعني بالله عليك، يعني بالله عليك عصابه تقتل في الابرياء حتى تنتظر ايه؟ يعني احنا بنقول يعني بعد نقدر، نحن نقدر نقدر مظلوميه الناس، نقدر ألم الناس، دائما نتحدث بهذا اخي مصطفى، وبنفس الوقت نقول لو كان السب والشتم سوف يعيد الحقوق إلى أهلها كان الشعب، كل الشعوب سبت وشتمت، لكن هذا 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 سلاح الضعيف السب والشتم. نعم أنا مع حضرتك والله، بس غضب عليك واحد يا أخي لما تبص للشهداء والجرحى والكلام اللي انتكبوها يا أستاذ عمر، الإنسان يخرج عن شعوره. لأن احنا يا أخي يا أخي منظر لا يقبل عقل، لا تخيله بشر، يعني فشلة وحرامية وقتلة ووضح النهار، ويقول لك احنا أنصار سيدنا الحسين، سيدنا الحسين بريء من وجوهكم، سيدنا الحسين قيمة، قيمة ورحمة وعدل في الأرض، دايما في صف المظلوم وفي صف الإنسانية، سيدنا الحسين في كل الوطن العربي في كل الإنسانية، إنساني مرتبط بالإنسانية، فسيدنا دول شوية صراحة هقول لك إيه، بس ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم وريح البشر وريح الحجر. نعم. وريح البشر يا عم، ده سرقوا حلمنا مستقبلنا. نعم. سرقوا الحلم اللي بتحلم بيه بكره افضل. نعم. سرقوه، فربنا ربنا يتوب عليهم، ربنا يتوب علينا، بدعي لهم ان ربنا يتوب عليهم ويعلم استسلامهم في اقرب فرصه. نصيحه يعني. نعم. وانا اشكر سيادتك. شكرا مصطفى السيد من مصر، كاظم من خانقين، تفضل كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حالي شهر اخابركم ما حصلكم اليوم، حصل الحمد لله، حياك الله تفضل. خليني احكي براحتي، انا كنت الى شيخ حكيت مكفر انت غيرني. حياك الله اخي تفضل. البرلمان، برلمان العراق لو شوية يستحون من نفسهم، لو شوية يستحون كلهم يبطلون يروحون البيت، بس لا يستحون لا شرف ولا كرامة عندهم. ومنها سأقول متظاهرين، أنا ليل نهار أتابعهم جنبي وياهم، أتمنى أروح ساعة أروح يمهم أرجع، بس ما أقدر. بس منها سأقول لهم هل يحتفلون النصر ينتصرون بإذن الله منتصرون، وخلي يحتفلون من هالساعة النصر اليوم بإذن الله النصر لهم، خلي يحتفلون من هالساعة والشهداء دمهم ما يغتغامات، وعشرين ألف جريح ما يخسرون، إن شاء الله نبيهم. والبرلمان وكل الحكومة سخم الله وجههم على هيج حكم، خلي يموتون ويروحون، والله لو يصيرون واحد يربطونهم ربط ويجيبوهم من نظامهم ويجيبونهم يجيبونهم بالسجن، ايش قد مبدعين لازم يزوعونهم، ايش قد ناقصين يجوشون على بطنهم يزوجون. نعم. وشكرا. أنا أشكرك أخي كاظم من خانقين، كان معنا رسالة على الواتساب يقول والله يا أستاذ أريد يوصل صوتنا، كل ما يقتلون بينا أكثر كل ما نزود أكثر، لحد ما نطلع كل فاسد من بلدنا الحبيب، وتحياتي لكم ولقناتكم. رسالة أخرى يقول تحية لقناة الرافدين، شكرا لجهودكم وبارك الله فيكم، عائشة الدليمي من بغداد، شكرا لك يا أختي عائشة. محمد رياض جبر من الناصرية يقول الحكومة تقتل بشعبها شلون تحمي؟ بالفعل تساؤل في محله. نعم. عباس من البصرة تفضل. عباس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيب، بخصوص يعني المظاهرات هذه خلص. نعم. يعني هالشباب يعني اللي ظاهروا يطالبون بوطن،
يعني من اجى داعش اجى صار ما طالبوا بوطن وطلعوا على داعش، ليش يعني بس العشائر طلعت؟ شلون يعني ما افتهمتك؟ اقول لك على يعني على المظاهرات اللي يطالبون بوطن يصيحون ما عندنا وطن. نعم. يعني ليش ما عندنا وطن؟ احنا مو عندنا حشد شعبي جيش كافل الدوله. زين يعني ليش ما في وطن؟ شنو؟ زين هو الوطن بالجيش والشرطه لو الوطن لما اكون اني مرتاح به وموفر لي الخدمات وموفر لي احسن عيشه. يعني هو خليني اخدمك، خليني اخدمك. شنو الخدمات اللي موجوده؟ المي الحلو بالبصره، يعني لو الحكومه بانت لكم مستشفى لمرضى السرطان بالبصره، مبلطه الشوارع، النفايات والزباله مال الشوارع. هو الوطن يعني انت تظن انه اسوي انا اليوم جيش وحشد وشرطه حتى يحموني انا كحزب سياسي والشعب ميت ميت من الجوع؟ يعني انت تتصور يعني انت بس اسمعني بس اسمح لي. لا 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 لا, لا. تظاهرات سلمية. زين إذا أنت اليوم عندك جيش والشرطة ما قدروا يحمون ذول المعتصمين والمتظاهرين ويومية يقتلون بهم ويعتقلون بهم، واليوم إحنا عندنا أكثر من 600 شهيد وعندنا 27,000 جريح بهم 5,000 معاق. حبيبي يعني السلمة ما حد يعني يدنه. شلون؟ السلمة ما حد يوصله. بس مو سلمين أكو. شلون مو سلمين يا أخي؟ وين مو سلمين؟ شلون مو سلمين؟ مو دنشوفهم صوت وصورة. مو دنشوفهم صوت وصورة. بس قل لي أنت بالجيش لو بالشرطة لو بالحشد، شيلي. والله العظيم لا بالجيش ولا بالشرطة ولا بالحشد. بيا حزب أنت. بيا حزب أنت. والله انت مستقل. زين ليش ضايج انه اليوم من يطلع بسمع لي شنو الضرر اليوم اني من اطلع تظاهره سلميه اطالب بحقي؟ اليوم اني مسروقه اموالي تمام، عندي البطاله اكثر من 50%، مدارس ما عندي، مي ما عندي، عندي امراض، عندي ناس اجت من خارج الحدود كانوا حفاي صاروا هسه ملياردية. هذا يرضي الله حبيبي؟ نعم. بس هي يعني بيها تفرقة، يعني بيها شنو تفرقة؟ بيها تفرقة؟ يعني. ما بيها أي تفرقة. والله العظيم. تظاهرات عراقية. لا 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 ما بيها أي تفرقة. لا مو عراقية، مو اندست المظاهرات. وين اندست؟ يعني من السعودية. يا سعودية يا سعودية يا سعودية يا سعودية، تظاهرات عراقية. أبو الناصرية تابع للسعودية؟ لو أبو الكوت، لو أبو بابل، لو أبو كربلة، لو أبو النجف. عيب هذا الحكي وهذه العقلية. السعودية وما أدري منه. ليش ما تحكي على إيران؟ أنا أشكرك عباس من البصرة. أي تجاوز على ذول المتظاهرين وعلى ثورة تشرين غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول. هذا كلام الحكومة وكلام الأحزاب إنه والله مندسة. شلون مندسة يابا؟ 17 سنة صار لك تبوق وتقتل وتسرق وكل شيء سويت، ومن يطلعون تظاهرات سلمية زعلان حضرت جنابك وتقول أني والله نظام ديمقراطي بس بالاسم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.